في نفس السياق وعلى هامش المؤتمر تم إبرام اتفاقية للجزائر للتعاون المشترك بين الجمعيات الإقليمية للطاقة عبر حوض البحر الأبيض المتوسط، ولتكون حجر الأساس لتنظيم إقليمي مفتوح لكل الجمعيات والهيئات الناشطة في المجال، ولتنضوي جميعها تحت لواء فيدرالية إقليمية قوية وفاعلة. ارتأينا أن يتوج هذا المؤتمر الواعد بتوقيع اتفاقية الجزائر للتعاون بين الجمعيات، وثيقة نريدها أن تكون حجر الأساس لتنظيم إقليمي مفتوح لكل الجمعيات والهيئات الناشطة في المجال، والتي تنضوي جميعها تحت لواء فيدرالية إقليمية قوية وفاعلة. وأعرب عن تأييدي المطلق لهذه المبادرة التي ستكون بلا شك مفيدة لبلداننا وللمنطقة جمعا. إنني على يقين أن التبادلات التي ستنتج عن هذه الشراكة ستجعل من التعاون بين مستوى الوطني والمستوى الإقليمي أكثر فعالية وأكثر ديناميكية. وإذا أردنا أن يكون لدينا تعاون مفيداً حقاً، يتوجب علينا إعطاء المزيد من الاهتمام للتغيرات العالمية الرئيسية وتأثيرها على الاستراتيجيات الطاقوية الوطنية، لأن الطاقة تلعب دوراً هاماً في بناء مجال مشترك للتنمية والازدهار. كما أشاد الرئيس المدير العام لمجمع صون الغاز مراد عجال بالدور الذي حققته الجزائر في نسبة التغطية بالكهرباء والغاز، والتي تعتبر أكبر نسبة تم تحقيقها خلال العام. فخورين بالجزائر بما أنه نسبة التغطية بالكهرباء تعدت 99%، يعني هذه النسبة لا توجد يعني في أي بلد على مستوى العالم، يعني مش يعني في غرف البحر الأبيض المتوسط. ونسبة التغطية بالغاز تجاوزت 65%، يعني هذا رقم هائل مدام، ولكن بفضل يعني برامج ربط المناطق المعزولة إن شاء الله هذا العدد وهذا الرقم رح يرتفع أيضا أكثر فأكثر.